بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. نحاول في هذه الحلقة تصحيح بعض المفاهيم التي شكلت وتشكل عقدة بين المسلمين. نعتمد في قراءتنا وتصحيحنا لهذه المفاهيم أولا على القرآن الكريم. هناك من يعتمد من السنة والشيعة على الأحاديث، والأحاديث يعني معظمها موضوع ولأهداف سياسية وفي أثناء الصراعات التي نشبت بين الأمة، والبعض كان ينتهج سياسة هيمنة الأحاديث على القرآن، يعني يترك القرآن جانبا ويأخذ بالأحاديث حتى لو كانت متعارضة، أو يقول بنسخ السنة للقرآن، يعني نسخ الأحاديث للقرآن، وهو عندما يقرأ القرآن قراءة عادية يفهم شيء معين، ولكن عندما يعبئ دماغه ببعض الأحاديث سوف يقرأ القرآن بشكل آخر وبصورة تعسفية، فيدخل بعض الناس يخرج بعض الناس يدخل بعض المفاهيم يخرج بعض المفاهيم من القرآن الكريم، وبالتالي يعني يصاب بأزمة فكرية في الحقيقة، حتى لا نقول أكثر من ذلك. لذلك نحن نحاول الآن قراءة بعض الآيات في القرآن الكريم اللي فيها كلمة أهل البيت. من هم أهل البيت؟ أو آل النبي محمد، آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، من هم الآل؟ هل هم ذريته أم أتباعه؟ في مفاهيم عديدة الآن نتطرق لها. وأيضا هناك مثلا حديث الكساء الذي يفسر أهل البيت، فيخرج نساء النبي ويدخل ناس آخرين من أهل البيت، يعني يدخلهم في هذه الآية رغم أن الآية موجهة في خطابها إلى النساء النبي. فهي في مسألة في الحقيقة أصولية لتفضيل الأحاديث على القرآن، والإدعاء بعد ذلك بأن هذه الأحاديث وهذه القصص هي أحاديث صحيحة ومتواترة مروية عند السنة والشيعة، إذن فهي متواترة. متى رويت؟ من رواها؟ لماذا رواها؟ لا يهم، المهم وجدت في كتاب سني مثلا أو في كتاب شيعي فهي صارت من الأحاديث المتواترة. وأكثر الناس الذين حتى العلماء الذين يستخدمون كلمة تواتر ومتواتر وهذا حديث متواتر لا يستخدمون بدقة، لا يحققون بدقة، فقط هكذا يطلقون الأوصاف على الأحاديث حتى يمرروها بين الناس، أنا هذا حديث متواتر أو حديث مجمع عليه، هناك إجماع، والإجماع غير موجود، والحديث غير متواتر وأساساً ضعيف مثلاً، هم يقولون هذا حديث متواتر. الآن نحاول نقرأ الآيات ونحاول نفهم من القرآن في البداية. كلمة أهل البيت وردت في القرآن مرتين في الحقيقة، في آية في قصة نبي إبراهيم عليه السلام زوجته يعني التي في سورة هود آية 73، قالوا أتعجبين من أمر الله، لما بشروها بالولادة والحمل فيتعجبت وكذا، فقالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هي الخطاب إلى موجه، بس صاركم يعني صار ضمير المذكر، لأنه ويا إبراهيم يعني مو فقط عليك، لا عليكم أنتم الآية كلها والنبي إبراهيم وزوجته. فالآية هذه الكلمة وردت مرة أولى في موضوع في سورة هود، وكانت تعني زوجات النبي، زوجة النبي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت حتى في اللغة العادية عندنا درجة نستخدم أهلنا أو أهل البيت، يعني الزوجة في أهل البيت. والآن الكلام أنه تدل على الأسماء أو لا تدل على الأسماء الآن سوف نرى في الآية الثانية. طبعا في الآية الأولى ما في كلام عن الأسماء، إنما الرحمة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الآية الثانية في سورة الأحزاب آية 33،
تقول في خطاب جاي الآية في ضمن سياق آيات عديدة من مخاطبة نساء النبي، اللي هي: ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن في بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقل نقول قولا معروفا، متكلمون تكلموا بهدوء وبرزانة، لا تضحكوا يعني مع الآخرين. هذا معنى الخضوع بالقول. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما ليش الله هالتعليمات يجيبها لنساء النبي وتعليمات مشددة وأنتم لستن كأحد من النساء؟ يقول إنما يريد الله إرادة تشريعية وليست إرادة يعني تكوينية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس حتى أحد يحكي عليكم بعد، حتى الشبهات لا تجي عليكم. ونعرف أن حتى اتهموا زوجة النبي عائشة بالزنا والعياذ بالله. فإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية جاية، لاحظوا الضمير سابقا كان نون النسوة، هنا صار ميم المخاطب المذكر يعني أو الجمع المذكر. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. البعض يحاول أن يقتلع هذه نصف آية، هي مو آية، إنما يريد الله هي نصف آية، آية 33 اللي فيها وقرنا في بيوتكن، يشيل هاي النص يقول هذه الله داروجه من الصفحة، وقام يخاطب ناس آخرين اللي هم أهل البيت مثلا بالمفهوم الشيعي. وما يعني بيها نساء النبي؟ ليش ما يعني بيها نساء النبي؟ ما هي الآية كلها جاية جزء من الآية، هي كيف نقتلع الآية ونقصها بالنص ونخاطب بيها ناس آخرين؟ يعني شنو المشكلة إذا قلنا الله دي خاطب نساء النبي؟ المشكلة أنهم فهموا من الآية فهم مغلوط، أن هذه إرادة تكوينية، إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. لا، هذه إرادة تشريعية، وفي القرآن كثير من آيات أخرى بهذا المعنى. يعني الإرادة إذن هي تشريعية مو تنفيذية. يعني الله يريد يشدد عليكم شوية أنتم يا نساء النبي، وإذا واحدة جابت أعمال صالحة يضاعف لها الثواب والأجر، وإذا أخطأت وجابت فاحشة سوت فاحشة يعني يضاعف لها العذاب. لماذا التجديد؟ لأنه نساء النبي قريبات من النبي، فأي عمل يصدر من عندهم أو من عندهم يعني رح يأثر على النبي. فلذلك الله يحاول يعني يأكد عليهم في العلاقات العامة أنه لا تتحدثون، لا تأخذون زايد وتعطون مع الناس. فإنما يريد الله بهذا، لهذا السبب يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، حتى الحكي الزايد يروح عليكم، يروح عنكم. فهاي الآية هي خطاب لنساء النبي، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس. والإرادة هنا تشريعية وليست تكوينية، وهي في مورد الحظ والحث على الطاعة واجتناب المعصية كما يظهر من سياق الآيات بوضوح. فهذا المعنى الأول. وما عندنا عقدة إذا جماعتنا ادعوا أن الآية فيها إرادة تكوينية وأن المعصومين من الله تعالى، وبالتالي في هذه الآية كيف ندخل نساء النبي في الأسماء؟ ما يصير، فلازم يشيلهم ويطلعهم برا. فقام يختلقون أحاديث على ضوء ذلك حتى يبرروا لأنفسهم حصر الآية بناس وإخراج نساء النبي من هذه الآية. الآن نجي نتحدث عنها بالتفصيل، خلينا نجي على الآل وبعدين نرجع لها. أما الآل، آل محمد مثلا، ماذا تعني هذه الكلمة؟ الآل في اللغة تعني الخاصة والقوم والأهل والعشيرة، وقد وردت في القرآن الكريم بمعان عديدة. يقول علامة الطباطبائي في الميزان: الآل خاصة الشيء. قال الراغب في المفردات: الآل
قيل مقلوب عن الأهل ويصغر على أهيل، إلا أنه خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين، ناس مشهورين آل فلان آل فلان آل فرعون آل موسى. وقيل هو في الأصل اسم الشخص ويصغر أويلا، ويستعمل فيما يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيا، إما بقرابة قريبة أو بموالاة، يعني واحد اتبع واحد صار هذا من آله، سلمان منا أهل البيت. انتهى موضع الحج من اللغة يعني. فالمراد بآل إبراهيم كما يقول الطبطبائي، فالمراد بآل إبراهيم وآل عمران خاصتهما من أهلهما، والأنبياء من بني إسرائيل وإسماعيل، والطاهرون من ذريته، الطاهرون من ذريته، وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والملحقون يعني هو من آل إبراهيم ومحمد، والملحقون بهم في مقامات الولاية كما يقول الطبطبائي. إلا أن ذكر آل عمران مع آل إبراهيم، إذا قلنا آل إبراهيم آل عمران وآل إبراهيم وآل عمران هو جزء من آل إبراهيم، فليس صار اثنين، يدل على أنه لم يستعمل على تلك السعة، فإن عمران هذا إنما هو إما أبو مريم أو أبو موسى عليه السلام، وعلى أي تقدير هو من ذرية إبراهيم وكذا آله، وقد أخرجوا من آل إبراهيم، فالمراد بآل إبراهيم بعض ذريته الطاهرين لا جميعهم. هي الكلمة تشمل كل، ولكن هنا خصصوا فقط الناس الصالحين. فالمراد بآل إبراهيم الطاهرون من ذريته من طريق إسماعيل، فلأنه الناس الفاسدين من الأبناء هذا ما يلتحكم بالإنسان فيحذفون. وقد استعمل الله تعالى في القرآن الكريم كلمة الآل بعدة معاني، فقال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون ما كان عنده أولاد، كان عقيم، ولكن هنا يقول آل فرعون. آل فرعون من؟ يعني جماعته، حزبه، جيشه، قومه. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي قوم فرعون وجيشه. وقال بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. موسى أيضا ما كان عنده أولاد، يعني أتباع موسى، آل موسى وآل هارون، أي مما ترك موسى وهارون ترك. وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي ذرية إبراهيم وعمران وعشيرتهما وذوي قرباهما. وقال إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، أي أتباع لوط وأهلي، مو فقط يعني المؤمنين كل راح ينزل عذاب على قرية لوط، مو فقط يعني عشيرته أو أبنائه راح يطلعوهم برا، لا، وإنما المؤمنين ويا أتباع أيضا. وقد استثنى هنا من الآل زوجة لوط، فقال إلا امرأته، يعني هي كان داخلة بالآل بس طلعناها برا، إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين. مما يعني أن كلمة الآل كانت تشملها في البداية، بعدين صار استثناء، إذا ما كانت تشملها ما كان الله سبحانه وتعالى قال إلا مثلا زوجة إبراهيم زوجة لوط، وهي أساسا طالعة برا. وكما قال العلامة الطباطبائي، فإن كلمة الآل قد تستعمل بصورة عامة لكنها تعني الطيبين والصادقين والمخلصين والطاهرين، بمعنى التابعين يعني هي تشمل عام ولكن يراد بها الأخص. وإذا كانت الزكاة مثلا تحرم على آل محمد، فهي تحرم على جميع من يخص النبي من أهله وعشيرته من بني هاشم، الطيبين منهم وغير الطيبين، متقين وغير المتقين، فإنها تحرم على آل عباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي. وإذا كنا نصلي على النبي وآله، فإن كلمة الآل هنا أعم من العشيرة، إذ تحمل إذ تحتمل أو تحتمل الأتباع والقوم، وتضم الأهل الطيبين أيضا بالطبع، الأهل الطيبين والناس المو طيبين يطلعون برا، والناس الطيبين من غير العشيرة هم يجون يلتحقون فيها. فآل محمد
يعني الناس الطيبين التابعين لمحمد، ولا تدل بالضرورة على عصمتهم. وقد رأينا الشيخ الصدوق كيف يعرف الأترة أي العشيرة بمعنى عام يضم العلماء والجهال والمؤمنين والفساق، ويقول إنه يجب التمييز بينهم واتباع العلماء والطيبين. هي كلمة أترة يعني عشيرة، فعشيرة النبي فيها كل شيء، فهل هم عدوا القرآن؟ مو معقول عدوا القرآن، فيجب أن إحنا نطلع جماعة ونقول ذولا فقط مثلا بناء على أي شيء كان. فإذا مو ما تشمل كل الأترة. الآن نجي لحديث الكساء اللي هو دائما الناس يستشهدون فيه ويقولون هذا شوف النبي طلع